بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، قضية مهمة جدا نغفل عنها، كيف أحب ربي؟ الحقيقة أحدنا يحب المال، يدرب نفسه على حب الدراسة مثلا، على حب مهنة معينة، يحب النساء، يحب الأولاد، بعض الناس يحب الطعام، يحب الدخان، البعض يحب الخمر والعياذ بالله، يحب الشذوذ. الحقيقة أخي الحبيب، هذه قضية كما قلت لك كثير من الناس لا تخطر بباله أصلا، يحب الشهوات، يحب النساء، ولكن يغفل عن لذة عظيمة جدا هي حب الخالق عز وجل الذي خلقك. بالفعل أيها الإنسان، أنت غريب جدا، تحب كل هذه المخلوقات وتنسى الخالق الذي خلقك ورزقك. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ سبحان الله. والله أيها الأحبة، من يتذوق لذة حب الله عز وجل لا يريد شيئا من الدنيا، ولم يعد أي شيء يشبعه، لأنه تذوق حلاوة محبة الله عز وجل. طب كيف نصل إلى هذه المرحلة؟ انظر أخي الحبيب، أنت الآن محاط بالشهوات، محاط بالدنيا، الشياطين من حولك تستحوذ عليك، الشيطان يدعوك لحب الدنيا. الله عز وجل حذرنا من هذا الموضوع فقال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وهو الشيطان. فإذا أيها الإنسان، بمجرد أن تخليت عن الدنيا وأبعدت عنك الشيطان، سترى الحقائق واضحة، سترى أن هذه الحياة هي مجرد وهم، وأن الحقيقة المطلقة هو الله عز وجل. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب أنا كيف أعمل لدنيا فانية؟ كل ما تراه الآن في هذه الأرض سيدمر تماما ويفنى يوم القيامة، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. كيف أسعى وأبني لشيء فاني سأتركه ورائي وأذهب إلى الحياة الحقيقية التي سماها القرآن الحيوان؟ لذلك أخي الحبيب، هذه نصائح كيف تحب الله عز وجل. إذا لم تتذوق نعم الله وتستشعر نعم الله وتحس بقيمة النعم التي وهبك الله إياها، لن تقدر محبة الله لك. يجب أن تقدر أو تعلم أن الله يحبك، لذلك خلقك. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. انظر أيها الإنسان كيف وضعك الله على قمة هرم المخلوقات. كل الكائنات، كل الدواب والحيوانات على وجه الأرض أنت أفضل منها. أليس هذا دليل محبة من الله لك؟ انظر كيف فضلك، أعطاك نعمة اللباس، هذه النعمة التي فقدها كل الحيوانات، أعطاك نعمة النطق
نعمة العقل، نعمة التفكير، نعمة السمع والبصر، نعمة الهواء الذي تتنفسه والماء الذي تشربه والطعام الذي تأكله. فعندما تدرك أنك غني جدا جدا بهذه النعم، سوف تجد نفسك بلا شعور تقول الحمد لله. والله أيها الأحبة، يعني أنا شخصيا عندما أنظر إلى هذه النعم من حولي أحتار كيف، ما هي الصيغة التي أحمد بها هذا الخالق العظيم؟ يعني كيف أحمده لا أعلم. أقول الحمد لله، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يعني أحمد الله وأشعر بالتقصير، لأنني لا أستطيع أن أقدر هذه النعم حق التقدير، لأنني إنسان ضعيف. فأخي الحبيب، عندما تبدأ بقول الحمد لله من أعماق قلبك، إذن هذه الخطوة الأولى على الطريق الصحيح نحو محبة الله سبحانه وتعالى. أنا عندما أقرأ آية في القرآن، كيف أن الله يغفر لي الذنوب مهما كانت، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، انظر أخي الحبيب إلى هذا الخطاب الرحيم لي ولك. أنا عندما أتأمل هذا الخطاب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب ما هذا الكرم؟ أنا أعصي الله وأغفل عن الله وأجحد نعمة الله وأرتكب المعاصي، بل أصل إلى حد الإسراف. ما معنى أسرفوا؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ما معنى أسرفوا؟ يعني الزنا جريمة، ولكن عندما تزني 1000 مرة هذا إسراف. إسراف في الزنا. إذا شربت كأس من الخمر هذه جريمة، ولكن عندما تشرب 1000 لتر من الخمر هذا إسراف. عندما تسرف في الكذب، تسرف في ظلم الآخرين، تسرف في أكل الحرام والعياذ بالله، تسرف في الغفلة عن الله، هذا هو الإسراف. لم يقل قل يا عبادي الذين أذنبوا، لم يقل يا عبادي الذين غفلوا، لا، أسرفوا على أنفسهم. إذن يخاطب فئة من المنغمسين في المعاصي، يخاطب إنسان يعيش في مستنقع الضلال، لم يترك لونا من ألوان الفاحشة والظلم إلا مارسه. انظر رحمة الله بهذا الإنسان. طيب كيف برحمة الله بي وأنا أقول يا رب، وأنا أثق بالله، وأنا أحاول أن أحب هذا الإله العظيم؟ كيف تكون رحمته بعبد يرجو لقاء الله ويرجو رحمة الله؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كل الذنوب يغفرها الله. طيب أليست هذه محبة كبيرة من الله لك؟ طيب كيف لا أحب إلها يحبني؟ انظر إلى هذه الآية التي تتحدث عن فئة من الناس مارس الزنا، وقد يمارس القتل، قد يمارس الكذب، قد يمارس الظلم، يقول في حقهم، وقد يصل إلى الشرك. انظر أنه يخاطب ملحدا أشرك بالله ولم يعترف بالخالق عز وجل، يخاطبه فيقول له إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ما هذه العظمة؟ ملحد مستكبر جحد الله وجحد وجود الخالق وارتكب الفظائع، ثم الله يناديه يقول له تعال تب إلى الله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. طيب ما هي النتيجة؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والله أكرم الناس في الدنيا، أكرم الناس لا يستطيع أن يعني إذا أراد أن يكرمك جدا يعفو عنك، أما أن يعطيك مالا على أن أخطأت في حقه، أن يعطيك حسنات وأنت تخطئ وأنت تذنب وأنت تجحد، قمة المحبة من الله لك عندما يخاطبك أيها الإنسان بهذه الصيغة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لذلك أحبتي في الله، كل آيات القرآن والله إذا دققت فيها تجد فيها محبة من الله لك، هذا يدعوك أن تحب هذا الخالق العظيم لتنسى الهموم وتنسى الأحزان وتنسى كل يعني كآبة هذه الدنيا وتعيش حياة مطمئنة، كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، والحمد لله رب العالمين. حتى يتبين لهم أنه الحق.